هذاك اللي عنده اليوم 25 عام ولا 23 عام غادي تكون عنده 30 عام أو 32 عام. هاد الخمس سنين راه هي فارقة في الحياة ديالكم، لأنه أنا فاهم وقالها السيد، حنا بغينا الشغل، بغينا نخدمو، حنا شباب، هادشي عادي أنه في واحد لاج من بعد القراية بغينا نخدمو، ومن بعد ما نخدم بغيت ندير الدار، بغيت نسكن، ومن بعد بغيت نتزوج. وعرضوا عليا وبلي بغيت تزوج ياك، عندك الاولاد وخاصك الوالديك تمشي للمستشفى والاولاد خاصك تدخلهم للمدرسه. شوف شحال ديال لي ديسيزيون في الحياه ديالكم انتم الشباب اللي جايه في هاد الخمس سنين. واش بغيتوا تعطيو هاد الخمس سنين اللي جايه فابور؟ راه ما اللي ضيع خمس سنين راه كيبعد الاحلام ديالو من عنده. فلهذا ان موندا دو غوفرنمون راه الى ان امباكت ديريكت سور لا جونيس.